والبيضة مع بعض الناس الكل، باعتبار وأن اليوم هو موعد السوق الأسبوعي في معتمدية أبو حجلة. كل التفاصيل تسويت في بوان مارشي أوتاوا لبوان مارشي. سي الحبيب صباح النور ومرحبا. صباح النور حسام، صباح النور لجميع مستمعين حياة فان. مرحبا بك يا سيدي، اليوم السوق الأسبوعي جولتنا كانت في أبو حجلة، أعطينا فكرة على الأسوام وبالله يا سي الحبيب حاول ماكسيموم أنك ما تفجعناش خويا وكهو. وأولا ساعة الطقس اليوم باهي يشجع على المحويات في السوق وشرين الخضرة، اليوم طقس ربيعي. أيوة الشمس زارقة وطقس ربيعي يعني بامتياز، فهمتني؟ باهي نبدو خويا حسام في الاسوام. عندنا البطاطا ب 2000، الطماطم ب 2500، الفلفل ب 3000، ربطه البصل ب 15%، ربطه السفنيريا 12%، ربطه اللبس 15%، الجلبانه 5000، الفول 2000، العصير 2000، جلبانه ب 5000 5000 و 5500 يا رسول الله. ايوه العصير 2000، الحلو 3000، التفاح 5500، بس بس الربطة بدينار، مالتي كيلو 2200، البنان ب 9000، الفريز ب 8000، والدجلة ما بين 5000 و 10000 يا حبيبي. ايوه باهي. اللحوم البيضاء الدجاج حي ب 7000 الكيلو، الدجاج جاهز للطبخ 10900، كويس دندو 11900، سكالوب 17100، وثم اللي يبيعوا الفروج في السوق يعني بالكعبة. ايوه الكعبة الكعبة الفروج. أيوة. الفروج الكعبة ما بين 12000 و 15000. قداش فيها من كيلو ببريك هيك؟ تقابل خير برشا حسام من الحي. نصور فيها اكثر من زوز كيلو. اكثر من زوز كيلو اكثر. أيوة. لا لا خير برشا. ايوه فهمتني. ايوه عندنا اللحوم الحمراء العلوش 37 40 دينار. هاو بيه هاو طاح السوق سي الحبيب. انقص 42 42 الجمعه اللي فاتت. الجمعه اللي فاتت 42 وصل حتى 43 في وسط الجمعه. ايوه اليوم هو ب 37 به حاجه تفرق. اليوم 37 و40 دينار. ايوه القعود ب 28 و33. ايوه البركوس ب 23 دينار. السردينه ما بين 3000 و5000. ايوه لوراتا 16000. القاروس 16800. وخو حسام الاسوام لبست على الاسبوع الفارق الحمد لله. انا قعدت في مخي الحقيقه ابو حجله، خاطر الاسوام كانت طالعه برشا الجمعه اللي فاتت. الجمعه اللي فاتت طالعه برشا، اليوم تحسها نقصت شويه حتى في الخضر الخضر نقصت شويه. اما كالعاده راهو الرقابه الاقتصاديه ما فماش ماشي موجوده في ابو حجله. هذه مشكله. هذا هو كالعاده. هذا هو هذا هو. المراقبه الصحيه فماشي على الاقل؟ لا مراقبه صحيه لا مراقبه اقتصاديه. الحوت كالعاده في الفلوس الكياس. اللحم مش مطبوع. معناها ماهوش مذبوح في البطوار. لا مذبوح في البطوار. اي. اما ما فيش طابعه، الطابعه الاخضر هذاك نتاع البيطري نتاع الطبيب البيطري. لا ما فماش. ما فماش. واضح. واضح. واضح سي الحبيب. هذا هو نفس الاشكال اللي يعاود يتكرر مره اخرى في معتمدية ابو حجله، وهو غياب الرقابه الاقتصاديه والرقابه الصحيه. شكرا لك سي الحبيب، يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات. جولتنا كانت معاك اليوم في ابو حجله، خذينا فكره على الاسوام، اسوام الخضار، الغلال، اللحوم الحمراء والبيضاء، ومره اخرى غياب الرقابه الاقتصاديه والصحيه. هذا شنو كان عندنا بالنسبه لليوم في بوان مارشي. بوان مارشي.